مصطفى بوحزامة عضو جمعية القارئ العبقريين اللي هي جمعية دولية كعضو المكتب الوطني وكذلك كرئيس جمعية فضاء التواصل الطبيعي والثقافة والبيئة والتنمية اللي عندنا شراكة مع الإخوان ديالنا في أوروبا وكذلك أمريكا اللاتينية وإفريقيا. الآن جاء عندنا الوفد ديال الجمعية ديال القارئ الذكي اللي تترأسه السي عبد الله واللي هو حاضر معنا الآن وكذلك النائب ديالو الأخ محمد الحافي اللي هو بمناسبة مخرج سينمائي واللي شرفونا في مدينة القنيطرة اليوم اللي كان عندنا لقاء في جامعة بنو طفيل واللي درنا معهم شراكة وإن شاء الله كذلك درنا لقاء مع النائبة الرئيس الأخت أمينة حوزة في بلدية القنيطرة واللي خططنا الأفق المستقبلية سواء على المستوى الثقافي أو التربوي أو الاجتماعي وفي الأفق ديال الشراكات مع مدن أوروبية. نعطي الكلمة للسيد النائب الرئيس الأخ محمد الحافي. محمد الحافي سينمائي ومسرحي مقيم بالديار الأوروبية تنتحرك بين إسبانيا وألمانيا والمغرب. جينا هنا في هذا اللقاء بعد الخطاب ديال صاحب الجلالة تاع 20 أغسطس من أجل تفعيل الفكرة ديال سميتو تاع مغاربة العالم. فأنا يعني جد مسرور لأنه كان هذا النهار كان عندنا لقاءين بالجامعة ديال سميتو ديال بنو طفيل. كان هناك عقد شراكة غيكون مستقبلي في إحداث واحد المهرجان سينمائي يكون دولي وكذلك اجتمعنا بنائبة الرئيس ببلدية قنيطرة. هناك يعني نفس التعاون يعني ويكون شراكة إن شاء الله يعني في المستقبل على تفعيل هذه الفكرة ديال المهرجان ويكون هناك يعني حتى الجانب يعني الاجتماعي لان يمكننا يعني نقدموا يعني مساهمات بالنسبه للناس اللي هنا عندهم احتياجات يعني ذوي الاحتياجات الخاصه. فاحنا نتمنوا ان شاء الله في المستقبل تكون هناك يعني توأمه ديال المجلس البلدي ديال قنيطره مع مدينه من المدن في اوروبا. دابا ما يمكنش نحدد اي مدينه ولكن يمكن تكون يعني اما اسبانيا واما المانيا. نتمنى ان شاء الله انه الساكنه ديال قنيطره يعني ترحب بنا وحنا هنا في خدمه الوطن يعني من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. وتحيه لجميع الساكنه ديال قنيطره نتمنى نكونوا ان شاء الله عند حسن الظن ديالهم. ف الى اللقاء وشكرا على الصحافه انه تحت لنا يعني عبر هذا المنبر الاعلامي التواصل ومع الساكنه ديال قنيطره. معكم السيد كحال عبد الله رئيس الجمعيه المقامه في برشلونه باسم ليكتور جينيال الاسبانيونيه والقارئ الذكي بالعربيه. كنت واجد هنايا في قنيطره مدينه قنيطره مع سي مصطفى بوحزامه اللي هو واخد المقر ديالنا اللي كاين في المغرب ورئيس الفضاء التواصلي. احنا فرحانين به وكنشكروا على هذا حسن الضيافه. قمنا بالزيارات اليوم في برشلونه في قنيطره شفنا الجامعه ديال برشلونه الناس اللي رحبوا بينا وبغاو يتعاملوا معنا و البلديه ديال تاهي تنشكروا حسن الضيافه ديالهم اللي تا هما بغاو يتعاملوا معنا. ليكتور جينيال هو واحد مشروع ثقافي في العالم اللي لحد الساعه هما 18 دوله اللي كنشرفوا عليها. المقر الاساسي عندنا في برشلونه بعد غادي نكمل الهدرة ديالي باش ندوز السي الحافي اللي هو مدير فني في المشروع كله. وكيف قلت احنا عندنا الدول اللي عندنا لاتينو امريكا
عندنا اوروبا عندنا افريقيا وكنتمنى الله التوفيق ونوصلوا لشي نتيجه مهمه اللي كتسعد كل المواطنين. وحنا داك الهدف معروف انه هدف بغينا نعرفوا بالمغرب في دول اخرين اللي ما تعرفوش، بغينا نساعدوا الناس اللي ما عندهمش، بغينا نقريوهم ودرنا داك قريناهم في مدارس. كنشكر لا اكاديمي اوكسفورد هاوس انترناشيونال اللي قدمت لنا في برشلونه المدرسة ديالهم، وكان داكشي في المستوى وكان مجانا يعني بالنسبة للتلاميذ اللي في الجالية، انه هو كانوا خدوا لي ديبلوم ديالهم. حنا فرحانين بزاف. ايوا ان شاء الله بحول الله غادي يبداو يكون واحد اللقاء اللي غادي يكون تبادل ثقافي ما بين الدول. حنا اللي بغينا نفتحوا هذا المجال للطفل المغربي ويعرف هذاك العقليه ديال هذوك الاطفال اللي ماشي هما مغاربه، باش يعرفوا كيفاش تفكروا كيفاش اللغه ديالهم. وعاود غادي يكون عندنا ان شاء الله التبادل الثقافي ما بين دول يعني الناس اللي في فرنسا يجيو هنايا للمغرب لعندنا حنايا الليكتور جينيال اللي هو مسؤول بسي مصطفى بوحزامه، والناس اللي عندنا هنا في المغرب نديهم لاسبانيا ولا نديهم لبلجيكا ولا نديهم لالمان اللي عندنا المقرات فيهم. سي الحافي كلفنا يعني مشروع كله في الفني والمانيا، وكاينين انشطات اخرى اللي غادي اللي كيتكلف بها هاد الديبارتمون ديالنا الفنيه على الصعيد العام اللي مسؤول بها سي محمد الحافي. وكنتمنى الله التوفيق، غادي ندوز سي الحافي باش يتكلم معكم على المشاريع وعلى النمو اللي احنا غاديين فيه. كنشكر واحد الشكر جزيل لسي مصطفى بوحزامه اللي ما خلاش من جهده. كنشكر كاع الناس اللي كيخدموا اللي بغاو يشوفوا بلادهم يعني في داك الشيء في المستوى العالي. ايوا انا كنشكركم على الحضور ديالكم. الله يجازيكم بخير كيف تنقولوا. ايوا وكنتسناو منكم هذاك الدعم الكبير باش نعرفوا بعد القارئ الذكي. ان شاء الله غير في المغرب راه كاين واحد الموقع الكتروني اللي سميتو القارئ الذكي اللي فيه جميع الدول وجميع الرؤساء اللي كاينين معنا، و راه دابا قريب غادي تفتح المجال العالمي، غادي تفتح هذاك المقر اللي غادي يكون فيه واحد السباق ديال الذكاء ديال الاطفال اللي كيقراو اللي عزيز عليهم يقراو. الهدف ديالنا هو نعرفوا بلادنا ونقصوا من هذاك الغباء ديال ابناء المغرب اللي كنشوفوا حنا هذاك هو الدافع اللي دفعنا باش نديروا هذا المشروع هذا. ايه انه هو هذا الشيء اللي شفناه كمؤسف، ومشاريع بحال هادو ثقافيين كيعاونوا الاطفال والناس. وجزاكم الله بخير.